لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. الحديث الثاني، نحن قرأنا الباب كاملا. قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أقرئ عبد الرحمن ابن عوف، فلما كان آخر حجة حجها عمر، فقال عبد الرحمن بمنى: لو شهدت أمير المؤمنين، أتاه رجل قال: إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا، فقال عمر: لا أقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم. قلت: لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاء الناس يغلبون على مجلسك، فأخاف ألا ينزلوها على وجهها فيطير بها كل مطير، فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة، فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فيحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها. فقال: والله لا أقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس: فقدمنا المدينة فقال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل آية الرجل. وذكر هنا مختصرا، لأنه يعني مع أن الشاهد يأتي بعده، ولكن الثناء على المدينة أنها دار الهجرة ودار السنة. هل يلزم من ذلك أن أي سنة ليست في المدينة لا تكون سنة؟ ليس بصحيح. هذا ليس بلازم، بل كما قال الشافعي لأحمد: دلوني على الحديث إن كان، سواء كان حجازيا أو عراقيا أو شاميا، فيعني فإن الحجة في الحديث أي مكان، أو كما قال الشافعي رحمه الله، يعني لو يقصد أن أحمد أحفظ في الحديث رحمهم الله جميعا، والشافعي أعلى في الاستنباط، والبخاري الكلام هنا يوهم وليست طريقته. يعني مذهب الإمام البخاري في مجموع الصحيح لا يدل على أنه يجعل عمل أهل المدينة حجة، كما ذكرنا في المرة السابقة أنه حجة فيما كان بابه النقل المستفيد دون إسناد، فهذا نعم عمل أهل المدينة فيه، كما ذكرنا في زكاة الخضروات مثلا، أو في المشاهد التي بمكة والمدينة، فإن هذا بابها النقل المستفيد وليس الإسناد، لأن هذا هو المكان الفلاني وهذا هو الموضع الفلاني والنسك الفلاني ونحو ذلك، وكما ذكرنا بعض الأحكام المتوارثة، وكذا قدر
المد ونحو هذا. أصبح في مد بالعراق غير المد الذي بالمدينة، فلا شك أن المكيال مكيال أهل المدينة، لكن هذا يوهم. ولذلك قلنا أن المدينة نعم دار السنة لا شك في ذلك، لانتشار الصحابة بها ورؤيتهم وسماعهم ونقلهم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هم قد تفرقوا في الأمصار بعد فتحها في عهد عمر رضي الله عنه، ولم يكن استقرارهم بالأمصار قد وقع بنفس الدرجة في حياة عمر، وهو الذي أيضا أرسل الصحابة لتعليم الناس، فكانت إذن عند كبار هؤلاء الذين خرجوا سنن، قد يكون بعضها غاب عن بعض من كان بالمدينة. ولذلك كان الواجب قبول الحديث أيا ما كان، وقبول عمل أهل المدينة وقولهم وما اجتمعوا عليه فيما كان سبيله النقل، كما ذكرنا الأمثلة في ذلك. الرواية كاملة في باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت، قال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاء الناس وغوغاءهم، فإنه هو الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وأن لا يعوها وأن لا يضعوها على موضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. ناصح والله العظيم، نصح للأمة ونصح لعمر، مع أن عمر عزم. هذا فرق بين الشورى والديكتاتورية، البعض يقول عمر ديكتاتور عادل، وليس كذلك، ويقول الناس محتاجة ديكتاتور عادل، كذب. عمر رضي الله عنه لو كان ديكتاتورا لما سمع أحد صوت نصيحة، ده أول ما يقول حاجة يبقى هو ده الكلام الذي لا بد من العمل به، ما يعني لا يعني يفكرون إلا في قبول وتعضيد ما قاله الحاكم. لكن هو عبد الرحمن بن عوف يقول له لا تفعل، قال: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل، وذكر العلة، وقبل عمر من ساعته ولم يتراجع ولم يقل كيف تخطئني كيف تنهاني أن أفعل، لكنه يقبل النصيحة ويقبل الشورى إذا رأى وجه الحجة فيها. قال: فقال عمر: أما والله إن شاء الله لا أقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس: فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة، فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل جالسا إلى ركن المنبر، فجلست حوله تمس ركبتي ركبته، يعني زي قاعد مربع وهو قاعد مربع، فالركبتين إيه لمسوا بعض على قربه، فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب، فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، وقريب لعمر طبعا معلوم وختنه سبب إسلامه جوز أخته يعني، قال: قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: لا يقولن العشية مقالة
لم يقلها منذ استخلف، فأنكر عليه وقال: ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله. هو طبعا الكلام كان حول بيعة أبي بكر، الكلام كان فيه إيه؟ يعني خطورة، الأمور المتعلقة بالولايات أمور خطيرة، لأن الرجل يقول لو مات عمر، لو مات أمير المؤمنين، ده سوء أدب طبعا، لبايعته فلانا، فهو قال هيغصبونهم أمرهم. فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم، لأن الأمور هي للمسلمين، فلما واحد يبادر ببيعة دون مشورة المسلمين يبقى يريد أن يغصب المسلمين أمورهم. المسلمون هم أصحاب القرار في اتخاذ من يكون الحاكم، وهذه قضية عظيمة الأهمية اللي بيسموها في الدساتير المعاصرة أن الشعب مصدر السلطات اللي بالنوع دي، إن بعض الناس بيبقى مش فاهم يعني إيه مصدر السلطات، بيقول لك لا ده ربنا هو مصدر السلطات. هو ربنا مصدر السلطة معناها إن هو نزل من الذي سيتولى الخلافة واحدا بعد واحد، ولا الشعب الممثل مش في العامة، الممثل في أهل الحل والعقد، أهل العلم وأهل القوة، والاثنين دول لابد أن يجتمعوا، ومردهم في النهاية لأهل العلم. المجتمع المثالي بدرجة هو المجتمع الذي يرجع إلى أهل العلم فيه، وإن أهل القوة يبقوا تابعين لأهل العلم، ولكن ينظر، لأنه لابد من الطاعة والشوكة، ولا خلافة بلا شوكة، ولا إمامة ولا إمارة بلا قوة. اللي هيقول إن إحنا يعني لا دخل لنا بأهل القوة يبقى لا يفقه لا سنة الله في الخلق، لأن لابد إن الذي يتولى أن يكون له بسطة في العلم والإيه؟ والجسم اللي هو القوة، وكل وقت له اعتباره. فإذا كان عمر رضي الله عنه قد بايع أبا بكر دون مشاورة باقي الصحابة، فلهذا قال كانت فلتة وقى الله شرها. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه مسموع الكلمة، وهو وزير الرسول صلى الله عليه وسلم الثاني بعد أبي بكر. جئت أنا أبو بكر وعمر، وذهبت أنا أبو بكر وعمر، ودخلت أنا أبو بكر وعمر، وخرجت أنا أبو بكر وعمر، لكني أصدق ذلك أنا وأبو بكر وعمر. فلا شك أنه كان ذا منزلة، وكان مسموع الكلمة، وكان قائدا من قريش بلا شك. فكلمة عمر مسموعة، وبيعة عمر تثمر بيعة الآخرين. بايع أبا بكر أبا عبيدة بعد بيعته، وبايعه الأنصار، وانتشر الأمر بالمدينة، فاتفقت كلمتهم على بيعته أبي بكر، وقى الله شرها. يعني هو بيخطأ نفسه لا مش بيخطأ نفسه، بس كان عمر مش بيخطأ نفسه في فلتة، بيقول إن هذا الأمر ليس في كل الأوقات ولا في كل الناس، لا يوجد أحد تنقطع الأعناق دونه مثل أبي بكر. يعني لو واحد بيحاول يرفع راسه كده عشان يبقى طويل ويوازي أبا بكر هتتقطع رقبته، مش هيوصل. فمين اللي زي أبي بكر عشان تجتمع الكلمة عليه كذلك؟ ومين زي عمر اللي لو عمل حاجة الناس هتمشي وراه؟ ولذلك من دونهم من أفاضل الأمة عمر رضي الله عنه ما جعلهاش لواحد فيهم، لأنهم ليسوا إلا لو اجتمعوا، وده فعلا لو اجتمع الستة قطعا سيبايع كل الناس، هم أهل الشورى الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ولكن ليس لأحد أن يعني يبايع دون مشورة المسلمين، ولذلك كل بيعات الجماعات الإسلامية اللي بيسموها بيعة واختلطت عندهم من بيعة الصوفية إلى بيعة الإمامة، لأن بيعة الصوفية دي موجودة عندهم من مئات السنين،
ان كل تلامذه بيبيعوا الشيخ بتاعهم. والشيخ حسن البنا جابها منين؟ من الطريقه الحصافيه اللي هو كان عضو فيها، وبعدين عملها مع الاخوان، بايع الصف الاول سنه 42 او قبلها، او سنه يعني انا مش فاكر بالظبط يعني، اللي هو اول ما تمت بيعه، لكنها بسرعه تحولت عندهم الى المعنى السياسي، الى معنى الامامه، وهذا بلا شوكه. وكل مره تحصل نفس الازمه من 48 الى 54 الى 65 الى 2013. العبره لابد من وجود شوكه وقوه، شوكه وقوه، مش عوام الناس، عوام الناس اللي الناس افتكرت ان هذا الامر يكفي في اللي هو الغوغاء المظاهرات، يكفي في وجود قوة. بلا شك انه ممكن يكون في قوة، لكن ليست هي القوة الاصلية. لو اصحاب السلاح مش موافقين على اللي بيحصل ممكن يبيدوا هؤلاء الناس، وقد وقع. مش ايش ابادة، ده الف واحد، الناس التانية كلها مشيت. في الميدان السماوي في الصين كان في بوادر ثورة شعبية فعليا، كان في مليون واحد تقريبا في الميدان السماوي ده في بكين، قتلوا 10,000 واحد بالدبابات بالضرب والدوس عليهم، المليون انفضوا، مع ان ده يساوي 1% ولا اقل كمان، يعني 10,000 دي 1 في 1000، 1 في 10,000 صح كده؟ 1% فانا اقصد ان هو اصحاب القوه لابد، زي ما قال الامام الجويني، ان ده امر معلوم تماما، بلا شوكه لا تكون اماما. طب ازاي ان في واحد هيبقى كده؟ لانه لقوا ان هو شوكه فعليا، لان عمر صار ايه يعني مسموع الكلمه في الناس، وكذلك لما بايعه الانصار، ولما بايع ابا بكر الانصار والمهاجرون، ولما السته بايعوا ببيعه عبد الرحمن لعثمان ثبت الامر، ولما طلحه والزبير بايعوا عليها ثبتت البيعه. يبقى لازم نكون ناس اهل ايه؟ اهل السمع والطاعه في الناس. ماذا نرى شرعيه البيعه التصريحيه؟ قال فجلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي. دي كانت آخر حجة حجها إيه فعمر، فعلا بين يدي أجلي شهور. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، يعني اللي فاهم يبلغها في أبعد مكان في كل حتة قد ما يقدر، ومن خشي ألا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب عليه. اللي مش فاهم يعبر بالمعنى عن اللي فاهمه من غير نص المقالة، يوم يترتب على ذلك أن يحكي شيئا آخر فيكون كذبا على عمر رضي الله عنه، وبالأولى لو فعل ذلك مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله عليه فما كان مما أنزل الله آية الرجل، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجل في كتاب الله. وده وقع، الخوارج أنكروا الرجم لأنه ليس في كتاب الله، وأما في زماننا فما أكثر من ينكر.
حتى الشيخ القرضاوي يقول الرجل ده في ثبوته نظر. وأهل البدع عبر الزمان وأهل الزندقة أكثر في زماننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بس عشان بعض الناس اللي بيقولوا إيه، هو الشيخ القرضاوي ده راجل عالم زمان ولا ده هو المجتهد؟ لا طبعا، ده واحد ينكر المتواتر عند أهل العلم. قال: فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. طب ايه عبارته بالضبط؟ هو الشيخ وقال فيه: والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. هذا مذهب عمر رضي الله عنه في قضية الحمل، أن امرأة بلا زوج ولا سيد توجد حاملا. والصحيح إن شاء الله أن الحمل قرينة تدفع إلى الاعتراف، فإن ذكرت وطئا بشبهة لم يكن عليها الحد. ازاي ان عمر رضي الله عنه قال ذلك وهو تخالفه؟ لان المسألة ليست اجماعا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الحمل بينة مستقلة، والبينة 4 شهود، والاعتراف معلوم في ماعز والغامدية. واما الحمل فقد كان في زمن عمر رضي الله عنه حصول حمل بلا زنا بلا إيلاج. القصة وإن كانت في سندها مقال وأخذ الجمهور بحكمها، وإن كنا أيضا يعني في حكمها في قضية الدخول، أن شابا عقد على امرأة ثم إنه يعني ذهب إليها في بيتها وليس في البيت أحد، فضمها فأنزل، فسبق الماء إلى فرجها فحملت. فلما وجد عمر ذلك قضى بأنه إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصدق، يعني فقد دخل بها ولم يجعل، مع أنه هو بنقول إن حصل حمله وما حصلش ايه علاج، وده طبيا طبعا يحصل بوسائل عديده. فاذا ذكرت المراه يعني ان الحمل ده، يبقى تسال المراه قرينه على الزنا، اما ان تذكر شيئا يحتمل فيعمل به او يدرا عنها الحد به، والا فقد لزم الحد. يعني لابد ان تلجا الى الاعتراف أو إلى ذكر السبب الذي صارت به حاملا. احنا الطب عندنا حاجات واسعة كتيرة يعني في قضية الحمل بدون علاج. والزنا لا يسمى زنا بدون علاج. أنا جاءتني يعني فتاة وخطيبها، مش خطيبها بقى، زوجها العاقد عليها، و وجد يعني هو ضمها مرة من فوق الثياب، من فوق ثيابه وثيابها، لكن حصل سبق للماء ان من فوق الهدوم وحصل حمل. وبعد تكشف دكتورة كشفت عليها والبنت بكر، والغشاء مش مطاطي ولا حاجة. قلت لهم لازم تتجوزوا تعلنوا الدخول، وإلا هتعملوا إيه؟ ده ده اللي أنا شفته بنفسي، يعني موجود في الكتب بقى حاجات تانية كتير. فأنا وقع مثل ذلك بين رجل وامرأة مع بين رجل وامرأة أجنبية، فلا يكون هذا زنا.
لأنه لم يقع علاج وإنما مباشرة من فوق الثياب. فمثل هذا يمنع أن يقام الحد في هذه الحالة، بل تدرأ الحدود بالشبهات. ها؟ الولد ده هيبقى أطيب شبهة تثبت به، يثبت به النسب. يعزر يا شيخ. يعزر طبعا. وتعزر هي. حتى لو عندي. ها؟ يتجوزوا على كده. لا ما هو عندي يا شيخ. لأن الوضع بشبهة مختلف. أو ده حمل ناتج عن من غير وطء في الفرج، فلا يثبت به الزنا ويثبت به يعني يدرى به الحد يعني. يعني علاج يعني إدخال الفرج في الفرج. قال ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. الإنسان ينتسب إلى غير أبيه فهذا كفر عملي دون كفر، كبيرة من الكبائر. قال ألا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم وقولوا عبد الله ورسوله. عبد الله منع من الغلو، ورسول منع من التفريط في حقه. هو كل ده يذكر مسائل عظيمة الأهمية، ثم يذكر المسألة التي من أجلها قام هذا الإيه المقام. الناس بتتشوق بقى وتنتبه من مسائل الهامة. ثم قال ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول والله لو قد مات عمر بايعت فلانا. يعني هو بيقول لو كان مات لو مات في الرواية بتاعتنا هنا لو مات أمير المؤمنين. قال فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، ألا وإنها قد كانت كذلك. يعني هو أقر من قال إن بيعة أبي بكر كانت إيه فلتة، بس هو الرجل بيقول وتمت، يبقى إحنا برضو نعملها وتتم. يعني نلحق نبايع واحد وحتم وحتعدي زي ما تمت فلتة أبي بكر. قال ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقع شرها. الطريقة التي وقعت يعني بيعة واحد فقط، هذه فيها شر، وقع الله الشر. يتوقع من بيعة واحد فقط الشر، فما بالكم لو كان واحدا ممن لا شوكة وراءه، بل بعد ما يبايعوا يروحوا جايين داخلين قابضين عليه وحاطينه في السجن سنوات طويلة. يبقى دي نقول عليها بيعة وإمامة، وكلامه يقدم على كلام يعني أو يحمل على أنه حكم ولاة الأمور وأمير المؤمنين ونحو ذلك. كم جماعة بقى عندها بيعة؟ جماعات متعددة، كل منهم يسمي زعيمه إيه؟ يا إما إماما، يا إما يسموه أمير المؤمنين زي ما بتوع داعش عمله. وأمير المؤمنين ده فضل مختفي طول المدة، أقصى حاجة يجيبه فيلم بتاع مصور وبعد إلى أن قتل. وهذا ليس الذي ينتفع الناس به، زي بالضبط كده المختفي في السرداب منذ أكثر من 1000 سنة ويقولوا عليه هو الإمام، الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري عند الرافضة. طب الناس بتنتفع به بإيه؟ بيعلمهم، بيأمرهم وينهاهم، بيقيم فيهم الحدود، بيؤدي أي وظيفة من وظائف الإمامة، ده لا ورود له أصلا. قال ولكن الله وقع شرها وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر.
من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى. يعني حتى لا يقتلى، ده دليل على أنه يمكن أن يترتب الأمر، أن يزداد الأمر والفتنة إلى أن يقتل مثل هذا الرجل. قال: وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة. خالف عنا علي والزبير ومن معهما، كان علي والعباس منشغلان بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعد إعلان أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات ضحى يوم الاثنين، ثم بعد ذلك اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، وانشغل علي والعباس رضي الله عنهما بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيعة أبي بكر تمت قبل دفن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك يدل على شدة اهتمام الصحابة بقضية الجماعة والإمامة، وأنه لا بد أن يكون لهم من يتولى أمرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رغم اختلافهم في الشخص فقد اتفقوا على لزوم الإمامة، وعلى أنه لا بد وأن يكون شخص واحد، وليس منا أمير ومنكم أمير. بعد الاختلاف اليسير الذي وقع من بعض الأنصار وهجر باتفاق، فتعدد الإمارات والدول في الأصل ليس من الإسلام، وهذا سبب عظيم لضعف الأمة الإسلامية، أن تكثر دولها ولا تتقابل ولا يعني يتعاونون على مصالحهم، وأن يعتبر كل يعني بلد منها نفسه وما وأموال المسلمين فيه خاص بهذا البلد، فضعفت الأمة. وكذا الجيوش المتفرقة، وهذا بلا شك عند كل عاقل منذ تمزقت الأمة تسلط عليها الأعداء. قال: وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار. فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان، فذكر ما تمالأ عليه القوم، يعني ما اتفقوا عليه، إما يؤمروا سعد بن عبادة وإما أن يطالبوا بأمير من المهاجرين وأمير من الأنصار. الوقت ولا مرة لا في نفس الوقت. قال: فذكر ما تمالأ عليه القوم، فقال: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. فقال: لا عليكم أن لا تقربوهم، اقضوا أمركم. كأن الأنصاريين دول عارفين ان الكلمه في الاخر لمين؟ المهاجرين، او العشره المبشرين بالجنه كلهم من الايه؟ من المهاجرين. والكلمه في قريش في العرب عبر الزمان، ان الناس تدين لايه؟ لقريش. والرسول صلى الله عليه وسلم قد اكد ذلك، فعشان كده قال لهم: ما تروحوش وخلصوا انتم، اتفقوا على واحد. فقلت: والله لناتينهم. فانطلقنا حتى اتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمل مغطى بين ظهرانيهم، فقلت: من هذا؟
فقالوا هذا سعد بن عبادة. فقلت ما له؟ قالوا يوعك، عنده حمى. فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله. طبعا سعد بن عبادة سيد الخزرج، والخزرج كانوا أكثر من الإيه؟ من الأوس وأقوى منهم يعني، بس النزاعات كانت مستمرة. حتى في الجاهلية كان الأوس حالفوا الدرجة الثانية شوية في القوة اللي هم بني قريظة، والخزرج حالفوا مين؟ اللي هم أقوى قبائل اليهود اللي هم بني النضير. عشان كده تدخل عبد الله بن أبي وهو من الخزرج لمنع قتل بني النضير واقتحام بلادهم، اقتحام أرضهم. قال فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط. يعني أنتم قليلين، بس صراحة قليلين وفيهم الايه؟ كل القيادة. وقد دفت دافة من قومكم فإذا هم يريدون أن يختزلون من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر. يختزلون يعني يختزلون حقنا في هذا، ويبقى هم القلة اللي جم دول هم يريدون أن يبعدونا ويقصونا. فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت قد زورت مقالة، أعددت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحد. هو ده أبو بكر، ما يبقاش هو إيه؟ حد. يعني أبو بكر هو اللي كان يعني يجعل عمر أقل حدة. سبحان الله، كان تكامل في الحقيقة قدري. فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك، فكرهت أن أغضبه. كل مرة أبو بكر يتكلم بالخلاصة. كان عمر في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عمال يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لا بعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فقال له أبو بكر أسكت يا عمر. رجع يسكت. فقال المقالة العظيمة بعد أن حمد الله وأثنى عليه، فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال إنك ميت وإنهم ميتون. أهل الضلال اللي بينكروا هذا الإجماع من الصحابة بعد نص القرآن، يقول لك إيه؟ إزاي تقول الرسول مات؟ عندهم بقى الصورة النورانية والصورة البشرية. كلمة البشرية دي معناها إيه؟ إن الصورة الثانية مش إيه؟ مش بشرية. ها؟ هو في الحقيقة عندهم كده، عند الصوفية دول، إن ده جزء البشر. أنتوا فاكرين الرسول بشر زينا؟ وعين نص القرآن أن قل إنما أنا بشر مثلكم. لا، عندهم الجزء النوراني بس هم عايزين يعني مش قادرين يقولوا جزء الإلهي، زي الحلاج ما قال وهما بيمدحوا الحلاج. وطبعا الحلاج مش بيقول على 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 الرسول صلى الله عليه وسلم نسوت لاهوت، ده بيتكلم على نفسه كمان. نسأل الله أن يريح العبادة من شرهم كفرة. النص اللي جبر بيقولهم هي الرحمة بتموت، رحمة الله اللي واسعة كل شيء. هو الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة مخلوقة، وبعدين ربنا رحم العباد به، وأما رحمته التي هي صفته فلا يمكن أن تزول، وإنما يجعلها الله في الذين آمنوا. يقول الرسول ما ماتش لا كفر، معلش بيقول إيه؟ اللي بيقول الرسول ما ماتش لا كفر.
اللي بيقول الرسول ما ماتش مكذب للقرآن. قال فكرهت أن أغضبه فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري. تزويري هنا بمعنى إعدادي، إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت. فقال ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل. فعلا وعي وإدراك وحلم، أثنى عليهم، أنتم أهل ذلك، أنتم كتيبة الإسلام، أنتم أنصار الله، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش. أنتم أهل الله ولكن بس الإمامة لا، أنتم مش الناس مش هتسمع كلامكم. وده اللي حصل فعلا. يعني إيه اللي حصل في وقعة الحرة؟ ما كان الأنصار في المدينة وأبناء الأنصار، وبعد ذلك لما دخل الجيش طاش كل هذا، الناس لا تستجيب إلا لأحد من قريش. لما سابوا قريش تفرقت. قال هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرها، غير الكلمة دي، كان والله أن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. مع أنه كان يختلف في الرأي، بس مش ممكن، حب عظيم وود وتوافق في النهاية. إن هم اللي حصل منه قال له ما أردت إلا خلافي، قال ما أردت خلافك، فتعالت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاد الخيران يعني أهلك. ومع ذلك كان بينهما شيء، كل واحد يروح يصالح التاني قبل التاني ما يصالحه رضي الله تعالى عنهم. قال اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن. يعني هو بيحلف لغاية اللحظة دي اللي هو كان بيخطف فيها، ولا بس بيستثني عشان ما يعرفش إلا هيتخطر وقاله ساعة الموت، إنه يقول أيوة كنت أنا بقى أمير أحسن، كان حقي تبقى أنا الأمير. ويقول بيستثني، بس هو لغاية اللحظة بيحلف ان هو يتقتل اهون عليه من ان هو يتامر على قوم فيهم ايه؟ ابو بكر. فقال قائل من الانصار انا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا امير ومنكم امير يا معشر قريش. فكثر اللغط وارتفعت الاصوات حتى فرقت من الاختلاف، خاف من الاختلاف والدنيا هتبقى فوضى. فقلت أبسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته، وبايعه المهاجرون، ثم بايعته الأنصار، ونزونا على سعد بن عبادة. فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة؟ فقلت قتل الله سعد بن عبادة. يعني لو هيموت يبقى ربنا اللي هيموته، اللي هو ربنا الذي قتل، مات أماته يعني. يعني مش هو ما يقولش احسن، لا يا سيقول يبقى خلاص اذا قدروا. طيب هو قالوا له قتلتم، ليه قتلتم؟ عشان هو كان ايه يريد الايه؟ الاماره. قال عمر وانا والله ما وجدنا فيما حضرنا من امر اقوى من مبايعه ابي بكر، خشينا ان فارقنا القوم ولم تكن بيعه ان يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فساد. فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى. فده الحض على الاجتماع، على اجتماع أهل العلم، كما بوب هنا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وحض على اتفاق أهل العلم. الصوره دي جت بعد كده فاهم؟ ها؟ نفس الصوره دي جت بعد كده. ما هو مين اللي زي ابو بكر عشان نقول تقعد بقى الصوره بعد كده؟ لكن لو حصل، ما هي حصلت في بيعه
عبد الرحمن لعثمان، كان باعت رجل واحد بس كان معاه ايه 6 أصوات. إذن لأن هم فوضوه، لأن سعد فوض ايه فوض عبد الرحمن، و الزبير فوض عليا، وطلحة فوض عثمان، فأصبح الثلاثة فوضين ثلاثة، وبعدين عبد علي وعثمان فوض عبد الرحمن. دي أقدم طريقة اختيار بالأغلبية. عشان كده بنقول في إذا حدث اختلاف وأهل الحل والعقد موجودون أو بعضهم ممن يطيعهم باقي أهل الحل والعقد، فإن الأمر يبنى على الأغلبية، ده أمر مشروع. لأن عمر رضي الله عنه لما توفي قال لهم يعني إن هو كل واحد له أمر، وإن اتفق 5 وخالف 1 فخذوا بقول 5، وإن اتفق 4 وخالف 2 فخذوا بقول 2، وأشهدكم عبد الله بن عمر وليس له في الأمر شيء، كالترضية له. يبقى حاضر، وكأن هذا كأنه ترجيح لو إيه لو تساووا 3 و3، وده دليل على إنه ينفع مجلس الإدارة في أي عمل يبقى إيه عدد زوجي، ويمكن أن يكون هناك مرجح من الخارج عند التساوي. احنا بقالنا على الوضع ده 45 سنة ميلادية، 45 خليفة في الدعوة، لأن احنا فيش واحد مع حق فيتو ولا حد صوته ب2، فكله كل أعضاء المجلس الإدارة بيتخذوا القرار، لو تساووا يبقى رئيس المجلس يكون صوته مرجحا، وأما إذا كان يعني مثلا 13-7 في جانب و6 فيهم الرئيس ونائب الرئيس هناخدوا رأي 7. وهذا الذي فعله هؤلاء أهل الشورى، هذا أفضل ما يمكن، خصوصا مع عدم وجود لا شوكة ولا قوة، وبدون بيعة، ولكن باتفاق على مراعاة مصلحة العمل الدعوي. باب رجم، قال ابن حجر باب رجم الحبلى من الزنا. نشوف أول ما قاله هنا في الحديث الثاني وبعدين نرجع. قال ابن حجر الغرض منه هنا ما يتعلق بوصف المدينة بدار الهجرة ودار السنة ومأوى المهاجرين والأنصار، وقوله فيه وقوله فيه فلما كان آخر حجة حجها عمر فقال عبد الرحمن. جوابه لما محذوف، وقد تقدم بيانه هو فلما رجع عبد الرحمن من عند عمر لقيني فقال. يقول قوله قدمنا المدينة فقال إن الله بعث محمدا بالحق، حذف منه قطعة كبيرة بين قوله فقدمنا المدينة وبين قوله قال إلى آخره. فيها قصة مع سعيد بن زيد وخروج عمر يوم الجمعة وخطبته بطولها، وقد أدخل كثير ممن يقول بحجية إجماع أهل المدينة هذه المسألة في مسألة إجماع الصحابة، وذلك حيث قالوا لأنهم شاهدوا التنزيل وحضروا الوحي وما أشبه ذلك، وهما مسألتان مختلفتان. والقول بأن إجماع الصحابة حجة أقوى من القول بأن إجماع أهل المدينة حجة، طبعا بلا شك، هذا لا شك فيه، لو أجمع الصحابة فهو أقوى من إجماع أهل المدينة. والراجح أن أهل المدينة ممن بعد الصحابة إذا اتفقوا على شيء كان القول به أقوى من القول بغيره، إلا أن يخالف نصا مرفوعا، كما أنه يرجح بروايتهم لشهرتهم بالتثبت في النقل وترك التدليس. يعني عايز يقول إن إجماع أهل المدينة مرجح بين قولين إذا كان متساويين، لكن لو في نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى يقدم أيا ما كان الحديث شاميا أو عراقيا أو مصريا أو يمنيا أيا ما كان.
كما أنه يرجح برواياتهم لشهرتهم بالتثبت في النقل. اللي أنا ذكرته مسألة إن هو ما كان سبيله النقل كالأماكن وكالمد مثلا وكزكاة الخضروات ونحوها أن ذلك يعمل ويعمل أهل المدينة فيه، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: والذي يختص بهذا الباب القول بحجية قول أهل المدينة إذا اتفقوا، وأما ثبوت فضل المدينة وأهلها وغالب ما ذكر في الباب فليس بقوي في الاستدلال على هذا المطلوب. ده صحيح. أما الحديث بقى من كتاب الحدود، قال الإسماعيلي في قول باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت أي تزوجت، قال الإسماعيلي: يريد إذا حبلت من زنا على الإحصان ثم وضعت، فأما وهي حبلى فلا ترجم حتى تضع، لأن الرسول رد الغاملية حتى وضعت وحتى فطمت. هل قال وفي معنى الترجمة: هل يجب على الحبلى رجم أو لا؟ وقد استقر الإجماع على أنها لا ترجم حتى تضع. قال النووي: كذا لو كان حدها الجلد لا تجلد حتى تضع، وكذا من وجب عليه قصاص، وجب عليها قصاص وهي حامل، لا يختص منها حتى تضع بالإجماع في كل ذلك، عشان في نفس لا يجوز الاعتداء عليها، اللي هي نفس الايه؟ الجنين. وقد كان عمر أراد أن يرجم الحبلى فقال له معاذ: لا سبيل لك عليها حتى تضع ما في بطنها. أخرجه ابن أبي شيبة ورجاله ثقات. فاختلف بعد الوضع، فقال مالك: إذا وضعت رجمت ولا ينتظر أن يكفل ولدها. وقال الكوفيون: لا ترجم حتى تضع، حين تضع حتى تجد من يكفل ولدها، وهو قول الشافعي ورواية عن مالك. وزاد الشافعي: لا ترجم حتى ترضع اللبأ. وأخرج مسلم من حديث عمران بن حسين أن امرأة جهنية أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فذكرت أنها زنت، فأمرها أن تقعد حتى تضع، فلما وضعته أتته فأمر بها فرجمت. طبعا ده مختصر، مش الرواية في أصلها. فلما وضعت قال أرضعي. وعنده من حديث بريدة أن امرأة من غامد قالت: يا رسول الله طهرني، فقالت: إنها حبلى من الزنا، فقال لها: حتى تضعي. فلما وضعت قال: لا نرجمها وتضع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل فقال: إلي رضاعه يا رسول الله، فرجمها. وفي رواية له: فأرضعته حتى فطمته ودفعته إلى رجل من المسلمين ورجمه. ودي زيادة الثقة فلا بد من قبولها. جمع بين روايتي بريدة بأن في الثانية زيادة، فتحمل الأولى على أن المراد بقوله إلي إرضاعه أي تربيته. وجمع بين حديثي عمران وبريدة أن الجهنية كان لولدها من يرضعه بخلاف الغامدية. والصحيح أن هما الاثنين وقعة واحدة، لم يرجم أكثر من خمسة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اثنان من اليهود بالشهود وثلاثة بالاعتراف. لو رجعت عن الاعتراف وكذبت نفسها لا ترجم. لا، دي توبتها تجزئها لو تبت بينها وبين الله، ولكن هذه تابت توبة 79 من أهل المدينة. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ يبقى إذن هذا إيه الأفضل، لكن يجزئ أن تتوب بينها وبين الله. عجيب والله. يقول: قال ابن عباس: كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف، يقول: لم أقف على اسم أحد منهم غيره. زاد مالك في رواته: في خلافة عمر، فلم أرى رجلا يجد من الإقشعريرة ما يجد عبد الرحمن عند القراءة.
مصداقا لقول الله عز وجل تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. قال الداودي فيما نقله ابن التين معناه كنت أقرئ رجالا أي أتعلم منه القرآن، لأن ابن عباس كان عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إنما حفظ المفصل من المهاجرين والأنصار. قال وهذا الذي قاله خروج عن الظاهر بل عن النص، لأن قوله أقرئ بمعنى أعلم، هيعلم عبد الرحمن العوف. ها؟ عن الزهري قال كنت أختلف في رواية كنت أختلف إلى عبد الرحمن بن عوف ونحن بمنى مع عمر بن الخطاب، لذا هو كده فعلا أعلم عبد الرحمن بن عوف القرآن. كان ابن عباس ذكيا سريع الحفظ، وكان كثير من الصحابة لاشتغالهم بالجهاد لم يستوعبوا القرآن حفظا، وكان من اتفق له ذلك استدركه بعد الوفاة النبوية وإقامتهم بالمدينة، فكانوا يعتمدون على نجباء الأبناء فيقرئونهم تلقينا للحفظ. كان يعني فعلا بيقرأ عبد الرحمن يعلمها. فبينما أنا بمنزله بمنا وهو عند عمر، يعني كان مستني في الخيمة بتاعته، فأتيته في المنزل فلم أجده فانتظرته حتى جاء. يقول آخر حجة حجها كان سنة 23، يقول هل لك في فلان، اللي هو قال لو مات عمر بايعت فلانا. فلان ده يقول لما أقف على اسمه، وما في الوقت ابن إسحاق أن من قال ذلك أكثر من واحد، رفضوا أن رجلين من الأنصار ذكر بيعة أبي بكر. يقول لقد بايعت فلانا، عايزين هيبايعوا مين؟ طيب هما قالوا طلحة ابن عبيد الله، أخرجه البزار. يقول بس يقول أخرجه البزار من طريق أبي معشر عن زيد بن أسلم عن أبيه وعن عمير مولى غفرة مولى غفرة قال قدم على أبي بكر مال، فذكر قصة طويلة في قسمة الفيء، ثم قال حتى إذا كان من آخر السنة التي حج فيها عمر قال بعض الناس لو قد مات أمير المؤمنين أقمنا فلانا، يعنون طلحة بن عبيد الله. ونقل ابن بطال عن المهلب أن الذين عنوا أنهم يبايعونه رجلا من الأنصار ولم يكن مستندا. قوله فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة، وبعضهم يقول فلتة، يفسرها بانفلات الشيء من الشيء. بيعة أبي بكر بيقول لأنه الفلتة مما يندم عليه، وبيعة أبي بكر مما لا يندم عليه أحد، وتعقب بثبوت الرواية فلتة، ولا يلزم من وقوع الشيء بغتة أن يندم عليه كل أحد، بل يمكن الندم عليه من بعض دون بعض. إنما أطلقوا على بيعة أبي بكر ذلك بالنسبة لمن لم يحضرها في الحال الأول. وفي رواية ابن إسحاق فما يمنع امرئ إن هلك هذا أن يقوم إلى من يريد فيضرب على يده فتكون أي البيعة كما كانت أي في قصة أبي بكر. فغضب عمر، زاد ابن إسحاق غضبا ما رأيته غضب مثله منذ كان. قال فقال إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. في رواية مالك أن يغتصبوهم أمورهم،
حكى ابن التين أنه رؤيا بالعين المهملة أن يعصبوهم أن يعضبوهم أو أن يعضبوهم بضم أوله، أي صار لا ناصر له من أعضب، والمعضوب الضعيف، وهو من عضيت الشاة إذا عضيت الشاة أو عضيت الشاة إذا انكسر أحد قرنيها أو قرنها الداخل وهو المشاش. والمعنى أنهم يغلبون على الأمر فيضعف لضعفهم، والأول أولى لهم يغتصبون الناس أمرهم أو يغصبوهم، والمراد أنهم يثبتون على الأمر بغير عهد ولا مشورة، وقد وقع ذلك بعد علي وفق ما حذره عمر رضي الله عنه. نقف عند هذا القدر ولا نستكمل شرح الحديث المرة القادمة إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.